يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 63، منطق القضايا، Propositional Logic. تخيل إنك طالب فلسفة في السنوات الأولى، قابلت زميلتك رضوى في الكلية بعد محاضرة الدكتور فتحي مدرس الفلسفة الطبيعية. بتقول لرضوى: لقد ناقشنا سؤال إن كان من الممكن أن يصبح الروبوت فرد في المجتمع له حقوق مثل البشر. ابتسمت رضوى فهي تعلم إلى أين سيقود هذا الحوار، ثم قالت: يبدو أنها كانت محاضرة شيقة، لكن الروبوت لا يمكن أن يصبح كالإنسان. ترد بسرعة: ولما هذا؟ تجيب: الأمر بسيط، إذا كان الروبوت شخصا إذن سيصبح عقلانيا، لكن لا يوجد روبوت عقلاني، إذن لا يمكن أن يكون شخصا. تقول: مهلا مهلا، الروبوت يستطيع حل المشاكل ويستطيع صنع القرارات. إذا كان الروبوت قادر على صناعة القرارات وحل المشاكل، إذن لابد وإنه عقلاني، أليس كذلك؟ ترد رضوى ببعض الضيق: لا، إنهم ليسوا كذلك. إذا كان الروبوت عقلاني، إذن لابد أن يكون له وعي، وإن كان له وعي، إذن لابد أن لديه قدرة عقلية على تأمل الذات، لكن لا يوجد أي روبوت قادر على تأمل ذاته، وبالتالي لا يوجد روبوت عاقل. تصمت قليلا ثم تجيب: كيف تعلمين أن الروبوت غير قادر على تأمل ذاته؟ تتعلثم رضوى قليلا من السؤال المفاجئ قبل أن تجيب: لأن الكائنات القادرة على تأمل ذاتها هي الكائنات التي لديها روح فقط، ومن السخيف أن تعتقد أن الروبوت من الممكن أن يكون لديه روح أو يمتلك روح في يوم من الأيام، وبالتالي الروبوت ليس لديه قدرة على تأمل الذات. ترد: فكري معي في هذا الأمر، إما الروح ظاهرة مادية أو ظاهرة غير مادية، تتفقين معي حول هذا الأمر، أليس كذلك؟ تجيب رضوى بسرعة: بالطبع. تكمل: حسنا، إن كانت الروح ظاهرة مادية، إذن إذا كان الروبوت مصنوع من المادة، من السهل أن يحصل على روح. لكن إن كانت الروح ظاهرة غير مادية، إذن إذا وضع الله الروح فيه، بالتالي قد يحصل على الروح. وبما أن الروبوت مصنوع من المادة، والله قادر على فعل أي شيء، إذن الروبوت قد يحصل على الروح. تبتسم في ثقة بعد أن شعرت أنك على وشك حسم النقاش، لكن رضوى ترد بهدوء: حسنا، أعلم أن ديكارت كان يعتبر البشر آلات لها أرواح، لكن بالنسبة لي من الجنون الاعتقاد بأن الله سيغرس الروح في الكمبيوتر. غالبا ما ستجادل بعد هذا أن الله سيغرس الروح في كومة من الصخور، لكن على أي حال دعني أجرب حجة أخرى. إذا كان الروبوت شخص، إذن لابد أن لديه حرية إرادة، لكن لو الروبوت كائن مبرمج، إذن ليس لديه حرية إرادة. الروبوت هو مجرد كمبيوتر على صورة إنسان، وكل كمبيوتر يتم برمجته، إذن الروبوت ليس شخص. تلمع عينيك وترد بسرعة: باتباع حجتك حتى البشر ليس لديهم حرية إرادة. تندهش رضوى من ردك قبل أن تقول: وكيف هذا؟ تجيب: حسناً،
كل أفعالنا سببها تركيبنا الجيني أو تكيفنا البيئي. إن كانت أفعالنا سببها تركيبنا الجيني، إذن هي محددة مسبقا، وإن كانت مسببة نتيجة للظروف البيئية، إذن هي أيضا محددة مسبقا، بالتالي لسنا أحرار. اعترضت رضوى بسرعة: لا أتفق معك، أفعالنا فعلا قد تكون متأثرة بتركيبنا الجيني أو تكيفنا الاجتماعي، لكنها ليست مسببة بها بصورة حتمية، وإن لم تكن مسببة حتميا بتلك العوامل، إذن أفعالنا حرة ونحن أحرار. تقول رضوى: لا أعلم ماذا تعنين بأن أفعالنا متأثرة بتركيبنا الجيني أو تكيفنا الاجتماعي، لكنها غير مسببة حتميا بهذه العوامل. تضيف: إذا كان سين فعل متأثر بصاد، إذن سين مسبب بصاد، وإذا كان سين مسبب بصاد، إذن سين محدد بحدوث صاد سلفا. إذن عندما نقول أن سين متأثر بصاد، نحن نقول بصورة غير مباشرة أن سين محدد بصاد. يظهر الضيق على وجه رضوى، ثم تقول: أنت تراوغ حول معنى السببية، لكن إن لم تكن مقتنع بتلك الحجة أيضا، إليك حجة جديدة: إذا كان الروبوت شخص، إذن سيكون لديه مشاعر، ولو كان لديه مشاعر، إذن سيشعر بالحب والتعاطف، لكن لا يوجد روبوت يحب. تأمل لحظات جهازي كمبيوتر يحب بعضهم البعض، فكرة سخيفة، وبالتالي الروبوت ليس بشر. ترد: حسنا حسنا، دعينا نفكر في الأمر. المشاعر إما عقلية ذهنية أو فيزيائية. إن كانت ذهنية، إذن هي حالات للمخ، وإن كانت مجرد حالات للمخ، إذن الروبوت يستطيع الحصول عليها، لأن كل حالات المخ ما هي إلا ترتيب للذرات أو الجزيئات بصورة معينة. وإذا كانت المشاعر ظاهرة فيزيائية، إذن الروبوت يستطيع الحصول عليها مرة أخرى، لأن كل الظواهر الفيزيائية هي مجرد ترتيب للذرات والجزيئات بصورة معينة، إذن الروبوت يستطيع الحصول على المشاعر. تضحك رضوى ببعض التوتر: هذه أسوأ حجة سمعتها اليوم. بالتأكيد المشاعر قد يصاحبها تغير في الحالات الفيزيائية، لكنها غير متطابقة مع المشاعر. على أي حال، ميعاد المحاضرة التالية اقترب ويجب أن أغادر، لكن قبل أن أذهب دعني أسألك: هل تعتقد فعلا أن الروبوت من الممكن أن يكون إنسان؟ تجيب: نعم، أعتقد أنه أمر جائز. ترد رضوى: إذن هل تعتقد أن الروبوت لديه حقوق، مثلا الحق في الانتخاب؟ تتردد بعض الشيء: الأمر يتوقف. تقاطعك رضوى: يتوقف على ماذا؟ تضحك في سخرية: إن كان البشر لها الحق في التصويت أصلا. تضحك رضوى: حسنا، الآن اقتربنا من الخطوط الحمراء، أنا ذاهبة إلى المحاضرة. هذا الحوار المتخيل لم يحدث في الواقع، لكني آمل بشكل شخصي أن أرى صيغة ومنهجية هذا الحوار متكررة في مجتمعاتنا العربية. على أي حال، داخل الحوار هناك العديد من الحجج المنطقية، قم باستخراجها وحاول وضعها على صورة منطق القضايا، ثم قم باستخدام جداول الحقيقة لتحديد صلاحية كل حجة. وتذكر، المنطق مثل الرياضيات، أفضل وسيلة لإدراكه هي استخدامه. أي نظرية عامة للمنطق الاستنتاجي لابد أن تحقق هدفين: الأول، تفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجة، والثاني، تقديم طرق وأدوات للتفريق ما بين الاستنتاج الصالح والغير صالح. وفي الواقع هناك منظومتين فقط في تاريخ علم المنطق حاولت التعامل مع هذين الهدفين، وهما منظومة المنطق الكلاسيكية أو الأرسطوطالية، والثانية عادة ما يطلق عليها منظومة المنطق الرمزية symbolic أو الرياضية mathematical، والبعض قد يطلق عليها المنطق الحديث modern logic. وبالرغم من أن منظومة المنطق الكلاسيكي والحديث يحاول تحقيق نفس الأهداف، إلا أن الطرق المستخدمة تختلف كثيرا بينهم. المنطق الحديث غير قائم على نظام قياس كما في حالة المنطق الكلاسيكي، ولا يبدأ بتحليل الفرضيات الحملية. المنطق الحديث يبدأ أولاً
بتحديد الروابط المنطقية الأساسية التي تقوم عليها الحجج الاستنتاجية، وباستخدام تلك الروابط يتم وضع نموذج عام للحجة وتطبيق طرق اختبار صلاحية الحجة بناء على هذا النموذج. لكن كي تنجح منظومة المنطق الحديث في هذا المسعى، كان لابد من تجنب الغموض، الالتباس والإشكالات اللغوية الأخرى الناتجة عن استخدام اللغة البشرية. اللغات الإنسانية بمختلف طوائفها تحتوي على الالتباس، التشبيه، الاستعارات، التمثيل، البناء العاطفي وغيرها من وحدات البناء التي قد تجعل استخدام اللغة أكثر إنسانية لكن تحول دون تحليلها المنطقي. وبالتالي المنطق الحديث وضع لغة رمزية صناعية Artificial Symbolic Language، من خلالها يمكن حل الكثير من تلك الإشكاليات، ويمكن تمثيل العلاقات المنطقية بوضوح ودقة عالية. الرموز تساعد بشكل كبير عند تفكيرنا في الحجج، لأنها تمكننا من الوصول إلى قلب الحجة واختزال جميع جوانبها الغير أساسية. هذا بالإضافة إن عند استخدام الرموز يمكننا إجراء العديد من العمليات المنطقية بصورة ميكانيكية تلقائية بمجرد النظر إليها، على العكس من العمليات المنطقية الأخرى كما رأينا في حلقة القياس المنطقي، تتطلب الكثير من المجهود كي نضعها في صورة قابلة للتحليل. جودة وكفاءة الرموز المستخدمة داخل أي لغة صناعية لها أثر كبير على سرعة استخدام تلك اللغة وتعامل المخ معها بسهولة. من الجائز أن أكثر الأدلة المباشرة اليوم على هذه الفكرة هي الرموز العربية والهندية المستخدمة لكتابة الأرقام، سواء في اللغة الإنجليزية أو العربية. هذه المنظومة الرمزية استبدلت منظومة الرموز الرومانية بسبب صعوبة تلك الرموز القديمة والقواعد المحيطة بها. وفي الواقع علماء المنطق الكلاسيكي لم يدركوا هذا الأثر الكبير للرموز عند تحليل الحجج المنطقية. أرسطو استخدم الرموز للإشارة إلى المتغيرات في تحليلاته، والتابعين عليه من المناطق العرب والغربيين في العصور الوسطى طوروا هذا الاستخدام بشكل محدود ومعقد إلى درجة كبيرة. لكن التقدم الحقيقي في تطوير عملية ترميز المنطق لم يبدأ حتى القرن العشرين الذي أدى إلى تلك المنظومة المنطقية الحديثة. حركة الترميز الحديث اختلفت كثيرا عن رموز المنطق الكلاسيكي، والعلاقات بين الفئات لم تعد محور اهتمام علماء المنطق الحديث كما كان الأمر مع أرسطو وتابعيه. وبدلا من هذا يقوم المنطقيين الآن بتحليل البنية الداخلية للقضايا والحجج، وبالتبعية المنطق الحديث لا يتطلب عمليات التحويل للصور القياسية التي كانت أساسية داخل المنطق الكلاسيكي كما رأينا سابقا في منطق القياس. وقد يجادل البعض أن المنطق الحديث أصبح أقل رونقا وبساطة من منظومة المنطق الكلاسيكي التي وضعها أرسطو، لكنه أصبح أكثر قوة. هناك صور من الحجج الاستنتاجية لا يمكن تمثيلها من خلال منطق القياس، لكن باستخدام لغة الترميز في المنطق الحديث من الممكن أن نمثلها مباشرة دون الدخول في عمليات تحويل معقدة، وندرس ببساطة صلاحية الحجة وصحتها. الجمل البسيطة والجمل المركبة Simple and Compound Statements. صلاحية الحجة الاستنتاجية قائمة على شكلها. بمعرفة شكل أو هيئة الحجة الاستنتاجية نستطيع تحديد صلاحيتها بسهولة، لكن كما رأينا في الحلقات السابقة الإشكالية الكبرى التي تواجه المنطق الكلاسيكي هو أن اللغة البشرية تخفي صورة هيئة وقالب الحجة نتيجة لعوامل الغموض والالتباس في اللغة الدارجة. للتعامل مع تلك الإشكالية منطق القياس قدم رموز لتمثيل الحدود داخل الحجة القياسية، الأمر الذي سهل وضعها في صورة قياسية. في المنطق الحديث عملية الترميز تتم من خلال نوع من الرموز يطلق عليه المعاملات Operators، أو في بعض الأحيان يطلق عليه الوصلات Connectives. عندما يتم وضع الحجج الاستنتاجية في تلك الصورة الرمزية يصبح تقييم صلاحيتها مسألة بسيطة قد نجريها بالعين المجردة كما في المسائل والمعادلات الرياضية. في المنطق الكلاسيكي الحدود أو الفئات كانت وحدات البناء الأساسية للحجج، ارجع لحلقة منطق القياس. لكن في منطق القضايا Propositional Logic وحدة البناء للحجة هي الجمل أو القضايا Propositions.
والجمل يتم تمثيلها من خلال أحرف، ويتم دمج تلك الأحرف مع بعضها من خلال المعاملات لتكوين صورة رمزية، كما الحال في المعادلات الرياضية. كي نستطيع فهم عملية الترميز المستخدمة في منطق القضايا أو المنطق الحديث، لابد من التفريق بين نوعين من الجمل: الجمل البسيطة والجمل المركبة. الجمل البسيطة simple statement هي الجمل التي لا تحتوي على أي جملة أخرى جزئية بداخلها، مثلا الطاووس طائر ملون، أو نجيب محفوظ كتب ملحمة الحرافيش، أو القاهرة عاصمة مصر، إلى آخره. في المنطق الرمزي أو منطق القضايا، من الممكن استخدام أي حرف من أحرف اللغة الإنجليزية الكبيرة لتمثيل الجملة، مثلا حرف capital A قد يمثل الجملة الأولى، وحرف capital B قد يمثل الجملة الثانية، وهكذا. سأوضح لك بعد قليل لماذا يتم التمثيل باستخدام الأحرف الكبيرة. الجمل المركبة compound statements هي الجمل التي كما يتضح من الاسم قد تتركب أو تتكون من جملة واحدة بسيطة على الأقل. إذن الجمل إما أن تكون بسيطة simple، أي لا تحتوي على أكثر من جملة مكونة لها، مثلا أحمد نظيف جملة بسيطة، أو جمل مركبة compound تحتوي على أكثر من جملة مكونة لها، مثلا أحمد نظيف وأحمد نشيط، الجملة تحتوي على جملتين بسيطتين مكونتين لها. وقد تكون الجملة المركبة مكونة من جمل أيضا مركبة، وقد يخطر على ذهنك إن أي جملة داخل جملة أخرى هي مكون لها، لكن هذا التعريف غير دقيق. مثلا الرجل الذي اغتال الرئيس السادات كان ضابط في الجيش. لو اقتطعت الكلمات الست الأخيرة في الجملة الرئيس السادات كان ضابط في الجيش، هذه جملة، وبغض النظر عن صحتها إلا أن هذه الجملة بكل تأكيد ليست مكون داخل الجملة الأصلية. إذن كي تكون الجملة مكون داخل جملة مركبة، لابد أن يتوفر فيها شرطين: واحد، الجزء المقتطع لابد أن يكون جملة مستقلة بذاته. اثنين، لو تم استبدال الجزء المقتطع داخل الجملة الكبرى بجزء آخر، لابد أن تكون النتيجة ما زال لها معنى. تخيل مثلا أني استبدلت الجزء المقتطع الرئيس السادات كان ضابط في الجيش بجملة الجمال تعيش في الصحراء، تصبح الجملة الرجل الذي اغتال الجمال تعيش في الصحراء، جملة بلا معنى. أنواع الجمل المركبة compound statement types. هناك عدة صور من الممكن أن تركب بها الجملة، كل صورة تتطلب عملية ترميز منطقي مختلفة. تأمل تلك الجمل: واحد، ليست الحقيقة أن القاعدة منظمة إنسانية. اثنين، أم كلثوم مغنية قديمة ومجد الرومي مغنية حديثة. ثلاثة، إما أن يلتزم الناس بالقانون أو يصبح المجتمع غابة. أربعة، إذا انتهت الحروب من العالم إذن سيعم الرخاء والسلام. خمسة، الأهلي سيكسب الدوري فقط إذا ربح المباراة. باستخدام الأحرف الإنجليزية الكبيرة من الممكن تمثيل الجمل السابقة كالآتي: واحد، ليست الحقيقة أن A. اثنين، D و C. ثلاثة، إما R أو E. أربعة، إذا F إذن O. خمسة، H فقط إذا K. لاحظ أن الجملة الأولى مركبة بالرغم أنها تحتوي على جملة بسيطة واحدة رمزنا لها بالرمز A. بشكل عام دون الدخول في تفاصيل لغوية ومنطقية معقدة، جملة النفي تعامل على إنها جملة مركبة تتكون من معامل النفي والجملة المنفية أو الجملة المؤكدة. في تلك الحالة معامل النفي كان ليست الحقيقة. في الخمس أمثلة السابقة هناك خمس معاملات منطقية قمت باستخدامها. في الجملة الأولى: واحد، معامل النفي ليس ويرمز إليه بعلامة تلدا. اثنين، معامل الاقتران conjunction ويمثل كلمات في اللغة العربية مثل واو أيضا بالإضافة إلى ويرمز له بعلامة النقطة. ثلاثة، معامل الانفصال disjunction ويعبر عنه في اللغة العربية بكلمات مثل أو ويرمز له بعلامة V. أربعة،
معامل التضمين أو التبعية implication، ويعبر عنه في اللغة العربية بإذا إذن، ويرمز له برمز حدوة الحصان الأفقية horseshoe. وأخيرا خمسة، معامل التكافؤ equivalence، ويعبر عنه في اللغة العربية بكلمة فقط إذن، ويرمز له بثلاثة شرط. انظر الجدول المرافق. ترميز الجمل من اللغة البشرية إلى اللغة الرمزية المنطقية لا يعني أن الجمل سيتم ترجمتها كلمة بكلمة وتصبح متطابقة، كما الحال في الترجمة من لغة بشرية إلى أخرى، الترجمة تكون قريبة وقد تفقد بعض المعاني خلال عملية الترجمة. مثلا المعاملات قد لا تكون على نفس الصورة التي استخدمتها في الأمثلة السابقة، وقد تكون غائبة تماما في الجملة. الآن لو قمنا بتطبيق المعاملات السابقة في صورتها الرمزية على الخمس أمثلة، يصبح لدينا واحد جملة نفي negation tilde A، وثانيا جملة اقتران conjunction D.C، وثالثا جملة انفصال disjunction RVE، ورابعا جملة شرطية conditional وتعبر عن علاقة التضمين المادية material implication F horseshoe O، حيث F هو الشرط أو جملة السابق antecedent، وO هي جملة النتيجة أو التابع consequent، وخامسا جملة تكافؤ bioconditional H equivalent to K، وتعبر عن علاقة التكافؤ المادي material equivalence. النفي negation، نفي الجمل في اللغة العربية قد يحدث بعدة صور، مثلا بإضافة معامل نفي لغوي في أول الجملة مثل ليس، لا، لم إلى آخره، وقد يتم استخدام مركب لغوي كامل لتحقيق النفي مثل ليس من الصحيح أن أو لم يحدث أن إلى آخره. في المنطق يستخدم رمز تيلدا في بداية الجملة للإشارة إلى النفي، وفي بعض النصوص القديمة قد تستخدم علامة ناقص للإشارة إلى النفي. تأمل تلك الأمثلة وعملية ترجمتها إلى صورة رمزية. مصانع الحديد والصلب لا تنتج أجهزة التليفون المحمول. يتم ترميز تلك الجملة إلى tilde R. نفس الجملة بصورة أخرى، ليس من الصحيح أن مصانع الحديد والصلب تنتج أجهزة التليفون المحمول، أو من الخطأ أن مصانع الحديد والصلب تنتج أجهزة التليفون المحمول. كل تلك الجمل يتم ترميزها بنفس الصورة، رمز النفي يظهر أمام الحرف المختار لتمثيل الجملة. وكما أشرنا سابقا، معامل النفي ليس معامل ربط أو تكوين، أي أنه لا يستخدم لربط جملتين لكن يطبق على جملة واحدة، سواء كانت تلك الجملة بسيطة أو مركبة. على سبيل المثال، قد يأتي معامل النفي أمام جملة اقتران مركبة مثلا تلدا D.C، وفي تلك الحالة يقال أن المعامل نفى الجملة المركبة ككل، أي الجملة التي ظهرت داخل القوسين. وقد تكون الجملة المركبة نفسها مركبة من عدة جمل مركبة أيضا، ويتم تطبيق معامل النفي على مجمل الجملة ككل، مثلا tilde open bracket open brace D.C close brace V open brace A equivalent to B close brace close bracket. في المنطق الرمزي عادة ما يستخدم مصطلح المعامل الرئيسي main operator للإشارة إلى المعامل الذي يتم تطبيقه على مجمل الجملة التركيبية، أي أن نطاقه يشمل الجملة كلها. إن لم تحتوي الجملة على أقواس، عادة ما تحتوي الجملة على معامل واحد فقط، وبالتالي يصبح هو المعامل الرئيسي. لكن إن احتوت الجملة على أكثر من معامل، في تلك الحالة النفي لا يكون هو المعامل الرئيسي إن وجد داخل الجملة، لكن إن وجدت أقواس في الجملة المعامل الرئيسي هو المعامل الذي يقع خارج كل الأقواس. لو وجد أكثر من معامل خارج الأقواس، معامل النفي إن وجد ليس هو المعامل الرئيسي. مثلا في جملة H dot open brace J V K close brace، المعامل الرئيسي هو معامل الاقتران أو النقطة، لأن نطاق تطبيقه يمتد ليشمل كل الجملة. أو في جملة tilde open brace K dot M close brace، معامل النفي هو المعامل الرئيسي. الاقتران conjunction، الاقتران
هو الجمل التي يتم فيها التركيب من خلال اقتران بين جملتين باستخدام معامل الربط أو العطف واو باللغة العربية أو and باللغة الإنجليزية. وقد أيضا يستخدم معاملات مثل أيضا بالإضافة إلى لتمثيل الاقتران في اللغة العربية. شقي الاقتران أو الجملتين اللذين يتم الربط بينهما يطلق عليهما conjuncts. تأمل هذا المثال: تقع القاهرة في قارة أفريقيا وتقع دبي في قارة آسيا، أو تقع القاهرة في قارة أفريقيا لكن دبي في قارة آسيا، أو تقع القاهرة في قارة أفريقيا ومع ذلك تقع دبي في قارة آسيا، أو القاهرة ودبي يقع في الشرق الأوسط. كل تلك الجمل يمكن التعبير عنها بصورة رمزية للإقتران واحدة كالآتي: T.B. هناك بعض الرموز الأخرى التي قد تستخدم في بعض الكتب القديمة للتعبير عن الإقتران، مثلا علامة ampersand أو and في اللغة الإنجليزية، لكن علامة النقطة، لكن رمز النقطة أكثر شيوعا الآن. معامل الإقتران إذن هو معامل ربط ثنائي، أي يتم تطبيقه على جملتين، قد يكون جملتين بسيطتين أو مركبتين. الانفصال disjunction، جملة مركبة من مكونين يتم الفصل بينهما بمعامل الانفصال كلمة أو باللغة العربية أو كلمة أور باللغة الإنجليزية. وشقي الجملة المركبة في تلك الحالة يطلق عليهما disjuncts. الانفصال يعني أن أحد شقي الجملة على الأقل صحيح، وفي تلك الحالة يقال أن الانفصال ضعيف، وقد يعني أن أحد شقي الجملة فقط يمكن أن يكون صحيح، وفي تلك الحالة يقال أن الانفصال قوي. في المنطق نستخدم علامة V للإشارة إلى معامل الانفصال. تأمل تلك الأمثلة: تسمح مصر بالتصوير في المعابد الأثرية أو الأردن. إما مصر تسمح بالتصوير في المعابد الأثرية أو الأردن. تسمح مصر بالتصوير في المعابد الأثرية إلا إذا كانت الأردن. صور متعددة للانفصال بين جملتين كلها يمكن تمثيلها باستخدام معامل الانفصال كالآتي: A, V, T. وكمعامل الاقتران، معامل الانفصال هو أيضا معامل ربط ثنائي، أي لابد من تطبيقه على جملتين. الجمل الشرطية والتضمين conditional statements and material implication، صورة أخرى من الجمل المركبة حيث يتم تركيب جملتين أحدهما شرط والأخرى نتيجة مشروطة الحدوث بتحقق الشرط. عادة ما يسبق الشرط كلمة أو معامل الشرط في اللغة العربية. إذن جملة الشرط يطلق عليها جملة السالف أو السابق antecedent، ويسبق النتيجة معامل النتيجة كلمة إذن، وجملة النتيجة عادة ما يطلق عليها جملة اللاحق أو التابع consequent. التبعية، التضمين أو الجمل الشرطية if then يتم التعبير عنها برمز حدوة الحصان الأفقية horseshoe، لكن بعض الكتب القديمة تستخدم رمز السهم للتعبير عن العلاقة الشرطية. التضمين عادة ما يظهر بصور عدة في اللغة الإنسانية، كلمات مثل بشرط، بناء على، في حالة، قد يتم ترجمتها إلى جملة شرطية إذا، إذن. مثلا إذا أحمد ذهب إلى العمل إذن سيارة أحمد ليست أمام المنزل. جملة السالف أو الشرط أحمد ذهب إلى العمل، وجملة التابع أو النتيجة سيارة أحمد ليست أمام المنزل. الجملة الشرطية تؤكد أن في حالة أن السالف صواب لابد أن يتبع ذلك أن التابع صواب، وتكتسب الجملة الشرطية قيمة حقيقتها من فكرة التبعية أو التضمين implication. غموض اللغة البشرية وإشكاليات الالتباس بها قد تجعل التضمين أو التبعية يظهر بعدة صور تختلف من حيث المعنى، وبالتالي لابد من التفريق بين تلك الصور كي نستطيع ترمزها. تأمل تلك الجمل الشرطية: واحد، إذا كانت كل البشر فانية وسقراط إنسان فإن سقراط فاني. اثنين، إذا كان أحمد متزوج إذن أحمد ليس عازب. ثلاثة، إذا تم وضع هذه القطعة من ورق عباد الشمس الأزرق في الحمض فستتحول هذه القطعة من ورق عباد الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر. أربعة، إذا خسر الأهلي المباراة
سأدمر التلفاز. لو تأملت تلك الجمل الأربعة ستلاحظ أن التبعية في كل منها مختلفة بناء على العلاقة السببية في كل منها. مثلا في الجملة الأولى التبعية نشأت بسبب التتابع المنطقي، لو كل البشر فانية وسقراط أحد تلك البشر لابد إذن أنه سيكون فاني. لكن في الجملة الثانية التبعية نشأت بناء على تعريف مصطلح متزوج الذي يعني بالضرورة أن الفرد غير عازب. والتبعية في الجملة الثالثة لم تنشأ بسبب المنطق أو التعريف كما في السابق، لكن بسبب الحقيقة العلمية التي يمكن فقط اختبارها من خلال التجربة العملية. وأخيرا الجملة الرابعة التبعية لم تنشأ فيها بسبب المنطق، التعريف أو قوانين العلمية السببية، لكن بسبب قرار أخذه الفرد وهو أن يدمر التلفاز في حال عدم فوز فريقه. هذه الجمل الأربعة اختلفت في الطريقة التي دعمت بها التبعية، لكنها ما زالت تؤكد على صورة ما من التبعية بين الشرط والنتيجة. التكافؤ equivalence. التكافؤ أو جمل فقط في حالة هو عكس الجملة الشرطية. مثلا لو قلنا ستصطاد السمك فقط إن كان هناك طعم في الصنارة، الشرط في تلك الجملة لا يعني أن لو الصنارة بها طعم ستصطاد السمك، وإلا كانت كل صنارة بها طعم تصطاد السمك. لكن الشرط في تلك الحالة يعني نفي وقوع الحدث في حالة عدم وقوع النتيجة، أي إن لم تكن الصنارة بها طعم لن تصطاد السمك. الجملة المكافئة منطقيا للجملة التكافؤ إذا لم يكن هناك طعم بالصنارة إذن لن تصطاد السمك، أي إن جملة التكافؤ تعكس الجملة الشرطية. جملة التكافؤ يرمز فيها لمعامل التكافؤ بثلاث شرط أفقية. حتى تستطيع التفرقة بين التكافؤ والجملة الشرطية هناك قاعدة بسيطة: مركب الجملة التابع لكلمة إذن في الجملة الشرطية دائما ما يكون الشرط، أما في جملة التكافؤ مركب الجملة التابع لكلمة فقط إذا دائما ما يكون التابع أو النتيجة. وبالتالي جملة التكافؤ سين فقط إذا صاد تترجم إلى سين هورس شو صاد، أي لو حدث سين إذا صاد. الفكرة دي مهمة جدا، لأن لا يجب أن يتم خلط مركب الشرط في الجملة ومركب النتيجة كما في المعادلات الرياضية. حاصل قسمة 8 على 4 ليس نفس الشيء كحاصل قسمة 4 على 8 بنفس الصورة. A horseshoe B ليست جملة مكافئة ل B horseshoe A. رمز الحدوة أو horseshoe يستخدم أيضا للتعبير عن فكرة الكفاية والضرورة في الجمل الشرطية. مثلا حدث ألف يقال إنه شرط كافي sufficient condition لحدث باء عندما يكون حدوث ألف هو كل المطلوب كي يحدث باء، أي يكفي حدوث ألف كي تحدث باء. على الجانب الآخر حدث ألف يقال إنه شرط ضروري necessary condition لحدث باء عندما يكون حدوث باء جائز دون حدوث ألف، أي أن ألف ليست كافية لحدوث باء بمفردها. مثلا الإنفلونزا سبب كافي للمرض في حين أن تنفس الهواء سبب ضروري للحياة. هناك أشياء أخرى بجانب الإنفلونزا قد تجعلنا مرضى، لكن الإنفلونزا كافية بمفردها كي يحدث المرض. على العكس بجانب الهواء هناك أشياء أخرى ضرورية كي نحيا، لكن بدون الهواء لا يمكن أن نحيا، أي إن الهواء ضروري لكنه غير كافي بمفرده للحياة. كي نعبر عن الكفاية والضرورة بالرموز في المنطق نضع جملة الكفاية في مكان مركب الشرط داخل الجملة الشرطية، وجملة الضرورة في مكان مركب التبعية داخل الجملة الشرطية. مثلا لو قلنا إصدار أبل تليفون جديد شرط كافي كي تصدر سامسونج تليفونها الجديد، نعبر عن تلك الجملة رمزيا كالآتي: لو سين إذا صاد، حيث سين تعبر عن إصدار أبل تليفون جديد وصاد عن إصدار سامسونج لتليفون جديد. لكن لو غيرنا الجملة إلى إصدار أبل لتليفون جديد شرط ضروري كي تصدر سامسونج تليفونها الجديد، في تلك الحالة نعبر عن الجملة رمزيا كالآتي:
لو صاد إذن سين. قواعد الترقيم والرموز Punctuation and Symbolism Rules. الترقيم في لغة المنطق الرمزية Punctuation فكرة غاية في الأهمية لضمان خلو الجمل المنطقية الرمزية من الالتباس أو الغموض. إن كنت درست الرياضيات أو علوم البرمجة هذه الفكرة ستكون بسيطة ومباشرة بالنسبة لك، لكني سأحاول الاستفاضة في شرحها لتوضحها لقطاع أكبر من المستمعين. عند تطبيق معاملات الربط بصورها المتعددة داخل الجمل المركبة أشرنا إلى أن الربط قد يتم بين جمل بسيطة غير مركبة، لكن هذا الأمر غير حصري على الجمل البسيطة، أي إن الربط داخل الجمل المركبة قد يتم بين جملتين مركبتين، وفي تلك الحالة بسبب كثرة المعاملات داخل الجملة يصبح المعنى غامض أو متعدد المعاني. كي أوضح لك الفكرة سأبدأ أولا بمثال رياضي. تأمل تلك المعادلة 2 في 3 زائد 5. كيف تعتقد أنه يجب تطبيق تلك المعاملات الثلاثة؟ هل نضرب 2 في 3 ثم نجمع النتيجة على 5 فيصبح الناتج 11؟ أم هل نضرب 2 في حاصل جمع 3 زائد 5 فيصبح الناتج 16؟ كما تلاحظ النتيجة تختلف حسب قراءتك للمعادلة أو تطبيقك للمعاملات المستخدمة. لتجنب هذا الغموض الرياضيين طوروا عدة أدوات، منها مثلا أسبقية المعاملات Operator Precedence، أي أن هناك أولوية لتطبيق بعض المعاملات قبل الأخرى عند ظهور تلك المعاملات في نفس الجملة جنبا إلى جنب. الأداة الأخرى هي ترقيم أو تشكيل المعادلة باستخدام الأقواس لتحديد المعنى المراد. مثلا في المعادلة السابقة قد نعيد صياغتها كالآتي: بداية قوس 2 في 3 نهاية قوس زائد 5. في تلك الحالة جمعنا عملية الضرب داخل قوسين لنحدد أن معامل الضرب سيتم تطبيقه على الرقمين 2 و 3، ثم معامل الجمع يتم تطبيقه على الرقم الناتج بالإضافة إلى الرقم 5. نفس الفكرة تستخدم في المنطق الرمزي. مثلا جملة منطقية مركبة على الصورة الرمزية الآتية: سين دوت صاد في عين. جملة غامضة لأن ليس من الواضح كيف يجب تطبيق معاملات الربط. قد يكون المقصود تطبيق معامل الاقتران دوت بين سين وصاد، ثم تطبيق معامل الانفصال على نتيجة تلك الجملة المركبة والجملة عين. أو قد تفسر الجملة كالآتي: يطبق معامل الانفصال أولا على الجملة صاد وعين، ثم يطبق معامل الاقتران على النتيجة والجملة سين. لكي نزيل هذا الغموض ببساطة وضعنا قوسين حول سين وصاد، فتصبح الجملة بداية قوس سين دوت صاد نهاية قوس في عين. في تلك الحالة واضح أن المراد هو تطبيق الاقتران على سين وصاد ثم الانفصال. هذه الفكرة البسيطة قد تصبح معقدة بسرعة عند تركيب عدة جمل مركبة، وفي تلك الحالة تستخدم الأقواس المربعة brackets لدمج تكوينات من عدة جمل. مثلا هذه الجملة tilde open bracket open brace a dot x close brace dot tilde open brace y v tilde b close brace close brackets. هذه الجملة المركبة من الممكن حساب قيمة الحقيقة لها لو وضعنا قيم حقيقة للجمل البسيطة المكونة لها. مثلا لو فرضنا أن الجملتين A و B لهم قيمة حقيقة صواب، والجملتين X و Y لهم قيمة حقيقة خطأ. واحد، نبدأ بتطبيق معامل الاقتران A.X، بما أن X خطأ إذن تصبح قيمة الاقتران الكلية خطأ. 2، نطبق قيمة الانفصال Y V tilde B، بما أن B صواب إذن تلدا أو نفيها يصبح خطأ، وتطبيق الانفصال على نفيها وقيمة Y التي هي خطأ تصبح القيمة الكلية للحقيقة أيضا خطأ. 3، تطبيق النفي على النتيجة السابقة فتصبح القيمة الكلية صواب. 4، تطبيق معامل الاقتران بين النتيجة السابقة والنتيجة من الخطوة 1، أي بتطبيق الاقتران على خطأ وصواب
تصبح النتيجة خطأ. خمسة، وأخيراً بتطبيق معامل النفي على النتيجة من الخطوة الرابعة تصبح الجملة صواب، لأن نفي الخطأ صواب. انظر الشكل المرافق. هذه العملية المنهجية التي تشبه في تطبيقها معادلات الرياضيات تجعل عملية تقييم الحقيقة لأي جملة منطقية في صورتها الرمزية أمر سهل ومباشر بمجرد تحديد قيمة الحقيقة للجمل البسيطة المكونة لها، وتطبيق معاملات الربط على تلك الجمل بصورة إجرائية منهجية نصل لحقيقة الجملة المركبة ككل. لكن ليس دائما من الممكن معرفة قيمة الحقيقة للجمل البسيطة المكونة للجملة المركبة. في تلك الحالة أحد الطرق المستخدمة لحساب قيمة الحقيقة للجملة المركبة هو افتراض قيمة حقيقة للجملة البسيطة بداخلها، مثلا صواب، ثم حساب قيمة الحقيقة الكلية للجملة المركبة، ثم إعادة حساب قيمة الحقيقة للجملة الكلية المركبة بافتراض قيمة الحقيقة خطأ للجملة البسيطة بداخلها. إن كانت قيمة الحقيقة الناتجة في الحالتين متساوية، إذن وصلنا لقيمة الحقيقة للجملة المركبة، لأننا نعلم أن هناك قيمتين ممكنتين فقط لأي جملة بسيطة. وأخيراً، اللغة الرمزية لمنطق القضايا كأي لغة بشرية كانت أو صناعية، هناك صيغة جيدة التشكيل للجمل well-formed formulas، أي أن الجمل يتم تركيبها وصياغتها لغوياً طبقاً لبعض القواعد اللغوية. مثلاً في اللغة العربية جملة أحمد يشرب القهوة جملة جيدة الصياغة، لكن جملة القهوة أحمد يشرب جملة غير صحيحة لغوياً. بنفس الصورة، جملة منطقية رمزية ك A horseshoe V B جملة غير سليمة الصياغة. إذن هناك مجموعة من القواعد البسيطة يجب اتباعها عند صياغة الجمل المنطقية الرمزية. واحد، الجمل لا يمكن تركيبها معا بدون معاملات منطقية للربط ما بينها، وبالتالي لا يمكن أن نضع رمز سين مباشرة بجوار صاد، لابد من معامل ربط ما بينهم. اثنين، علامة النفي تيلدا لا يمكن أن تتبع جملة مباشرة، لكن يمكن أن تسبق أي جملة. ثلاثة، علامة النفي لا يمكن أن تسبق معامل ربط آخر، لابد وأن تسبق جملة. أربعة، معاملات الاقتران، الانفصال، التبعية والتكافؤ لابد وأن تقع بين جملتين، أي أنها تربط بين جملتين. خمسة، الأقواس لابد أن تستخدم كي تزيل الغموض والالتباس من الجمل. دوال للحقيقة Truth Functions. قيمة الحقيقة لجملة مركبة من أكثر من قضية منطقية استخدام معاملات الربط المنطقية يقال أنها دالة في قيمة الحقيقة للقضايا المكونة لها، أي أن قيمة الحقيقة لجملة مركبة يتم تحديدها بصورة مطلقة بناء على قيمة الحقيقة للجمل الجزئية المكونة لها. لو كانت قيمة الحقيقة لتلك الجمل الجزئية معروفة، أصبحت مهمة تحديد قيمة الحقيقة للجملة الكلية أمر مباشر بتطبيق معاملات الربط المنطقية، وبالتالي تصبح دالة الحقيقة Truth Function هي أي قضية مركبة يتم تحديد قيمة الحقيقة بالكامل لها من خلال قيم الحقيقة لمكوناتها. الكثير من القضايا والأطروحات المركبة في اللغة البشرية الدارجة ليست دالة حقيقة، مثلا جملة أحمد يعتقد أن نادر ليس أهلا للثقة، جملة مركبة تتكون من جملة بسيطة وهي نادر ليس أهلا للثقة، لكن قيمة الحقيقة للجملة المركبة لا يمكن تحديدها بناء على قيمة الحقيقة لمكوناتها، لأن اعتقاد أحمد في أن نادر ليس أهلا للثقة ليس بناء على أي سمة في نادر. سنبدأ أولا بتعريف كيف يمكن تحديد قيمة الحقيقة بناء على الخمس معاملات المنطقية الرمزية، ثم ننتقل إلى قضايا مركبة أكثر تعقيدا. تطبيق معاملات الربط المنطقية في الجمل المنطقية يتم من خلال المتغيرات variables التي نعبر عنها بأحرف إنجليزية صغيرة تعبر عن الجملة. مثلا المتغير A small قد يعبر عن جملة A capital. متغيرات الجمل تستخدم لتكوين قالب أو هيئة الجملة statement form. القالب أو الهيئة هو ترتيب لمتغيرات الجملة والمعاملات المنطقية بحيث يمكن استبدال تلك المتغيرات داخل نفس القالب
وتبقى النتيجة كما هي. مثلا tilde A small أو A small horseshoe B small هي قوالب جمل، لأننا إذا قمنا باستبدال المتغيرات بجمل A capital و B capital بالترتيب نحصل على الجمل tilde A capital و A capital horseshoe B capital. مثال أكثر تعقيدا: open brace B small dot Q small close brace horseshoe open brace Q small V R small close brace. قالب لجملة رمزية. الآن باستبدال المتغيرات الثلاثة B small Q small و R small بالجمل A capital B capital C capital نحصل على الجملة المركبة open brace A capital dot B capital close brace horseshoe open brace B capital V C capital close brace. أي أن تلك الجملة هي صورة تمثيلية لقالب الجملة الأولي. دالة حقيقة النفي negation truth function. الآن بعد أن أوضحنا فكرة هيئة أو قالب الجمل، دعنا نبدأ بدراسة دالة الحقيقة لقالب جملة النفي المنطقية. تعريف دالة الحقيقة لأي جملة منطقية يمكن الحصول عليه من خلال جدول الحقيقة truth table، وهو ترتيب لجميع قيم الحقيقة الممكنة للجملة المركبة بناء على الجمل الجزئية المكونة لها والمعاملات المنطقية المستخدمة في الجملة. مثلا في جملة النفي هناك جملة واحدة مكونة للجملة المركبة، وبالتالي احتمالات قيمة الحقيقة للجملة ككل يتوقف على احتمالات قيمة الحقيقة للجملة الجزئية. وبما أن هناك احتمالين فقط لقيمة الحقيقة للجملة الجزئية، إذن هناك احتمالين فقط لجملة النفي ككل، وبالتالي جدول حقيقة الجملة المركبة يحتوي على صفين وعمودين. الاحتمال الأول الصف الأول في حالة صواب الجملة الجزئية ممثلة في العمود الأول تصبح الجملة المركبة خاطئة ممثلة في العمود الثاني، والاحتمال الثاني الصف الثاني في حالة خطأ الجملة الجزئية العمود الأول لابد من صواب الجملة المركبة ككل العمود الثاني. انظر الشكل المرافق. مثلا ليس من الحقيقي أن البشر خالدون، دالة الحقيقة لتلك الجملة هي الصواب، لأن دالة الحقيقة للجملة الجزئية البشر خالدون خطأ. إذن بناء على جدول الحقيقة السابق، الاحتمال الثاني أو الصف الثاني هو صواب الجملة المركبة في حالة خطأ الجملة الجزئية. دالة حقيقة الاقتران conjunction truth function دالة الحقيقة لمعامل الاقتران أو dot. في حالة الجملة المركبة على صورة الاقتران، قيمة الحقيقة للجملة يتم تحديدها فقط بناء على شقي أو مركبي جملة الاقتران. لو كان كل من الشقين صواب تصبح الجملة كلها صواب، والعكس صحيح. ولذا يطلق على الجمل المركبة الاقترانية أنها مركب حقيقة وظيفي truth functional compound، وشقيها يطلق عليهم مكونات الحقيقة الوظيفية truth functional components. لكن ليست كل الجمل المركبة لها خاصية الحقيقة الوظيفية truth functional. مثلا أحمد يعتقد أن محمد مخلص لوطنه، قيمة الحقيقة لتلك الجملة لا يمكن تحديدها من خلال مكوناتها، لأن من الممكن أن أحمد يعتقد أن محمد مخلص لوطنه بغض النظر إن كان محمد فعلا مخلص أم لا، وبالتالي المكون محمد مخلص لوطنه ليس مكون حقيقة وظيفي في تلك الجملة، وبالتبعية الجملة كلها ليست مركب حقيقة وظيفي. لو كان هناك جملتين سين وصاد يكونا جملة مركبة على صورة الاقتران، إذن هناك أربع احتمالات ممكنة لقيمة الحقيقة للجملة الكلية بناء على توزيعات قيم الحقيقة للجملتين سين وصاد. من الممكن التعبير عن تلك الصور كالآتي: واحد، لو سين صواب وصاد صواب إذن سين دوت صاد صواب. 2، لو سين صواب وصاد خطأ إذن سين دوت صاد خطأ. 3، لو سين خطأ وصاد صواب إذن سين دوت صاد خطأ. 4، لو سين خطأ وصاد خطأ إذن سين دوت صاد خطأ. من الممكن تمثيل تلك الحقائق الأربعة في صورة جدول للتعبير عن حقيقة الجملة المركبة في حالة احتمالية الصواب أو الخطأ لكل شق.
هذا الجدول يطلق عليه جدول الحقيقة Truth Table. انظر الجدول المرافق. لو عبرنا عن الصواب بالرمز T اختصار Truth وعن الخطأ بالرمز F اختصار False، يصبح الجدول في حالة س equal T وصاد equal F، إذن في خانة س دوت صاد قيمة الحقيقة هي T، وهكذا. جدول الحقيقة يمكن استخدامه لتعريف عملية الاقتران أو رمز الدوت، لأنه يمثل قيمة الحقيقة لكل الحالات الممكنة عند استخدام معامل الاقتران للربط بين جملتين. إذن طبقا لجدول الحقيقة السابق، قيمة الحقيقة لجمل الاقتران صواب فقط في حالة إن كان شقي أو مكوني الاقتران صواب. دالة حقيقة الانفصال Conjunction Truth Table. جمل الانفصال Disjunction، بما أن المعامل يربط ما بين جملتين، إذن هناك أربع احتمالات لقيمة الحقيقة للجملة المركبة. واحد، لو كانت الجملتين صواب تصبح الجملة المركبة صواب. اثنين، لو الجملة الأولى صواب والثانية خطأ، إذن الجملة المركبة صواب. 3، لو الجملة الأولى خطأ والثانية صواب، تصبح الجملة المركبة صواب. 4، وأخيرا لو الجملتين خطأ، تصبح الجملة المركبة خطأ. انظر الجدول المرافق. مثلا، القط يرتدي إما قلادة حمراء أو قلادة خضراء. القط لا يرتدي قلادة حمراء، إذن القط يرتدي قلادة خضراء. هذا المثال يعد نوع من القياس الانفصالي Disjunctive syllogism، لأن الحجة الأولى جملة مركبة على الصورة الانفصالية، أي إنها مركبة من شقين منفصلين بمعامل أو، وبالتالي من الممكن أن يكون أحدهما فقط صحيح طبقا لتعريف الانفصال في صورته الضعيفة، أي إن القط قد يرتدي قلادة واحدة فقط إما خضراء أو حمراء. وبالتالي بناء على مقدمة الحجة الثانية التي أيضا جملة مركبة على صورة النفي وتقر بأن القط لا يرتدي القلادة الخضراء، إذن بالتكامل بين المقدمتين لابد إذن أن يرتدي القط القلادة الحمراء، أي نتيجة الحجة. أمثلة أخرى، إما نجيب محفوظ أو عبد الحليم حافظ كاتب، إما نجيب محفوظ أو يوسف إدريس كاتب، إما محمد عبد الوهاب أو عبد الحليم حافظ كاتب. كما واضح لك الجملة الأولى صواب لأن على الأقل أحد شقيها صواب، والثانية صواب لأن كل من شقيها صواب، وأخيرا الثالثة خطأ لأن كل من شقيها خطأ. دالة حقيقة التضمين Conditional Truth Function. الجمل التضمينية أو الشرطية Conditional، قيمة الحقيقة للجملة يتم تحديدها بناء على جدول حقيقة له أربع احتمالات، بما أن هناك جملتين. واحد، لو الشرط صواب والنتيجة صواب لابد أن الجملة الشرطية صواب. اثنين، لو الشرط صواب والنتيجة خطأ لابد أن الجملة الشرطية خطأ. ثلاثة، لو الشرط خطأ والنتيجة صواب الجملة الشرطية صواب. أربعة، لو الشرط خطأ والنتيجة خطأ الجملة الشرطية صواب. انظر الجدول المرافق. أي أن الجملة الشرطية خطأ فقط عندما يكون الشرط صواب لكن النتيجة خطأ. تأمل تلك الأمثلة، إذا كان أحمد زكي ممثل إذن عادل إمام أيضا. 2، إذا كان أحمد زكي ممثل إذن نجيب محفوظ أيضا. 3، إذا كان نجيب محفوظ ممثل إذن أحمد زكي أيضا. 4، إذا كان نجيب محفوظ ممثل إذن يوسف إدريس أيضا. طبقا لجدول الحقيقة للجمل الشرطية، قيمة الحقيقة للجملة الأولى صواب والثانية خطأ، الأمر الذي غالبا يتطابق مع الصورة البديهية عند معظمنا. في الجملة الأولى أحمد زكي ممثل وأيضا عادل إمام، وبالتالي الشرط والنتيجة صواب، إذن الجملة ككل صواب. وفي الجملة الثانية أحمد زكي ممثل لكن نجيب محفوظ ليس كذلك، إذن الشرط صواب لكن النتيجة خطأ، إذن الجملة ككل خطأ. لكن الجملة الثالثة والرابعة قد يصعب على البعض إدراك السبب وراء قيمة الحقيقة لها، بالرغم من أن القيمة متطابقة مع إدراكنا البديهي لحقيقة تلك الجمل، لكن ليس من الواضح كيف تم الوصول إلى تلك القيمة. كي أقرب الفكرة لك، تأمل هذا المثال، لو تدربت الأسبوع المقبل إذن ستكسب المباراة النهائية. هناك احتمالان قد تتحقق فيهم خسارتك في المباراة النهائية. الأول
هو أنك لم تتدرب لمدة أسبوع، أي أن الشرط خطأ والنتيجة خطأ. ثاني هو أنك تدربت لمدة أسبوع لكنك خسرت المباراة لأسباب أخرى، أي أن الشرط صواب لكن النتيجة خطأ. تالت حقيقة التكافؤ Bioconditional Truth Function. قيمة الحقيقة لجمل التكافؤ Bioconditional يتم تحديدها بناء على جدول حقيقة له أربع احتمالات، بما أن هناك جملتين. واحد، لو الشرط صواب النتيجة صواب لابد أن الجملة صواب. اثنين، لو الشرط صواب والنتيجة خطأ لابد أن الجملة خطأ. ثلاثة، لو الشرط خطأ والنتيجة صواب الجملة ككل خطأ. أربعة، لو الشرط خطأ والنتيجة خطأ الجملة ككل خطأ. انظر الجدول المرافق، أي أن جملة التكافؤ صواب فقط في حالة الشرط والنتيجة صواب، أو الشرط والنتيجة خطأ. هذه الحقيقة المنطقية نابعة من الفكرة البسيطة، وهي أن جملة التكافؤ سين فقط إذا صاد هي مجرد اختصار منطقي لجملة منطقية مركبة، وهي إذا سين إذا صاد، وإذا صاد إذا سين، أو في صورتها الرمزية open brace b horseshoe q close brace dot open brace q horseshoe p close brace. أو باللغة الدارجة والبديهية العقلية، لابد أن يتحقق كل من سين وصاد كي تصح الجملة، أو لا يتحقق كل من سين وصاد كي تصح الجملة. تأمل تلك الجمل: هيكل صحفي فقط إذا كان مصطفى أمين، هيكل صحفي فقط إذا كان نجيب محفوظ، أحمد زكي صحفي فقط إذا كان نجيب محفوظ. دالة الحقيقة للجملة الأولى قيمتها صواب لأن شقي الجملة صواب، والثانية خطأ لأن نجيب محفوظ ليس صحفي، إذن أحد شقي الجملة النتيجة لم تثبت صحته. وأخيرا الجملة الثالثة صواب لأن شقي الجملة خطأ، لا أحمد زكي ولا نجيب محفوظ صحفيين. حساب دالة الحقيقة Truth Function Computation. كي نحسب قيمة دالة الحقيقة لجملة مركبة معقدة سنستخدم طريقة تشبه التعامل مع المعادلات الرياضية. سنقوم بالخطوات التالية: واحد، نكتب قيمة الحقيقة للجملة الجزئية البسيطة أسفل الحروف المعبرة عنها. اثنين، نستخدم قيم الحقيقة للجمل البسيطة لحساب قيم الحقيقة للجمل المركبة، ونكتب قيمة الحقيقة للجمل المركبة تحت معامل الربط داخل الجملة. سنبدأ بمثال بسيط. تصور أن هناك ثلاث قضايا بسيطة غير مركبة A, B و C، قيمة الحقيقة لها صواب، وثلاث قضايا بسيطة غير مركبة D, E و F، قيمة الحقيقة لها خطأ. الآن لو هناك جملة فردية مركبة مثلا open brace A, V, D close brace horseshoe E، أولا نكتب قيمة الحقيقة للجمل البسيطة مباشرة تحت الرموز المعبرة عنها. سنعبر ب T اختصار true عن قيمة الصواب، و F اختصار false عن قيمة الخطأ. إذن نحصل على open brace T, V, F close brace horseshoe F. ثانيا نحسب قيمة الحقيقة للجملة المركبة داخل القوسين T, V, F ونكتبها أسفل المعامل. في تلك الحالة طبقا لجدول حقيقة معامل الانفصال، قيمة الحقيقة لتطبيق الانفصال على الصواب والخطأ هي الصواب، إذن الجملة الناتجة T, Horseshoe, F. وأخيرا نقوم بتطبيق المعامل الأخير وهو معامل حدوة الحصان. طبقا لجدول الحقيقة عندما يكون الشرط صواب والنتيجة خطأ الجملة ككل خطأ، فنكتب النتيجة النهائية تحت رمز حدوة الحصان. انظر الشكل المرافق، إذن النتيجة النهائية لهذه الجملة هي أن قيمة حقيقتها خطأ لحال إن كانت A صواب و D E خطأ. مثال آخر، بفرض نفس قيمة الحقيقة للقضايا البسيطة السابقة، تأمل هذا المثال open brace B dot C close brace horseshoe open brace E horseshoe A. أولا نعوض عن رموز الجمل البسيطة بقيمة حقيقتها، فتصبح open brace T dot T close brace horseshoe open brace F horseshoe T close brace.
ثانيا نحسب قيمة الحقيقة للجمل المركبة داخل الأقواس، فنحصل على النتيجة التالية طبقا لجداول الحقيقة لتلك المعاملات T horseshoe T. وأخيرا نطبق المعامل الأخير ونحسب قيمة الحقيقة النهائية. انظر الشكل المرافق. هذه الجمل قد تصبح شديدة التعقيد، مثلا open bracket tilde open brace D VF close brace dot open brace B V tilde A close brace close bracket horseshoe tilde open brace F horseshoe tilde C close brace. انظر الشكل المرافق. لحساب قيمة الحقيقة لتلك الجملة تستطيع أن تتصور عدد العمليات المنطقية المطلوبة لحساب قيمة حقيقتها. انظر الشكل المرافق. لكن باستخدام الطريقة البسيطة والمنهجية السابقة نستطيع التوصل لقيمة الحقيقة بكل بساطة لأي جملة أيا كانت درجة تعقيدها. اللغة والمعاملات المنطقية Language and Logical Symbols. التصور المبدئي عند ترميز اللغة البشرية إلى صورة منطقية رمزية قائمة على معاملات ربط منطقية هو أن هناك تطابق في المعنى بين الكلمات المستخدمة في اللغة لتكوين الجمل المركبة والرموز المنطقية المستخدمة لنفس الغرض في المنطق. لكن هذه الرؤية غير دقيقة. أولاً، معامل الاقتران دوت الذي عادة ما يستخدم لترميز كلمات مثل و أو لكن، التطابق في المعنى بين اللغة البشرية والرمزية كبير، لكن يحدث الاختلاف عندما يتوقف معنى جملة الاقتران على ترتيب شقي الجملة. مثلا تأمل تلك الجمل: لقد تزوجت وأنجبت، لقد أنجبت وتزوجت. الجملة الأولى تتضمن معنى أن الزواج حدث أولا ثم الإنجاب لاحقا، في حين أن الجملة الثانية تتضمن المعنى المعاكس: الإنجاب ثم الزواج. هذا المعنى الضمني في الجملة العربية يضيع تماما عند ترجمتها رمزيا، لأن لو عبرنا عن الزواج بسين والإنجاب بصاد تصبح الجملة الأولى سين دوت صاد والثانية صاد دوت سين، والجملتين من الناحية المنطقية متساويتين. صورة أخرى من الخلاف عند الترميز تحدث في جمل الاقتران عندما يكون ترتيب الشق الأول في الجملة conjuncts يتضمن علاقة سببية. تأمل هذا المثال: لقد وقع من على السلم وكسر ساقه، لقد كسر ساقه ووقع من على السلم. في الجملة الأولى هناك معنى ضمني أن الوقوع من على السلم سبب كسر في الساق، ويمكن التعبير عنها رمزيا بسين دوت ساق. والجملة الثانية لا تحتوي على نفس هذه العلاقة السببية بين الوقوع من على السلم وانكسار الساق، ويتم التعبير عنها منطقيا بصاد دوت سين، وقيمة الحقيقة منطقيا للجملتين واحدة، لكن المعنى ليس واحدا. ثانيا، معامل الانفصال V الذي يستخدم عادة للتعبير عن أو، المعامل يعبر عن انفصال شامل inclusive disjunction، لكن كلمة أو في اللغة العربية قد تعبر في بعض الأحيان عن انفصال جزئي exclusive disjunction، ونفس الفكرة تنطبق على معامل ما لم. مثلا لن تكسب الجائزة ما لم تشتري تذكرة، لن تمطر ما لم يكن هناك غيوم. في الجملة الأولى هناك معنى ضمني وهو إن من الجائز أنك قد تشتري التذكرة لكن لن تكسب الجائزة، مثلا لأن الحظ لم يحالف رقمك. وفي الجملة الثانية المعنى المتضمن قد يكون هناك غيوم في السماء لكنها لن تمطر. هذا الانفصال شامل ولا يفقد أي شيء من المعنى الضمني عند ترميز الجمل. لكن تأمل استخدام نفس المصطلحات في صورة انفصال حصري: هذا الخشب يصلح كوقود للنار ما لم يتم بله بالماء. الجملة تتضمن معنى أن لا يمكن استخدام الخشب كوقود في نفس الوقت وهو مبلل، وبالتالي لو تم ترجمة تلك الجملة باستخدام معامل الانفصال سيفقد جزء من المعنى. ثالثا، في الجملة الشرطية حيث يستخدم معامل حدوة الحصان الأفقية قد يحدث أيضا عدم التطابق مع اللغة الدارجة أحيانا. تأمل هذا المثال: إذا ارتفعت درجة الحرارة فسيبدأ الثلج في الذوبان. إذا كان الشكل ألف مثلثا إن الشكل ألف له ثلاث جوانب. إذا كانت كل ألف هي ب وكل ب هي جيم
فكل ألف هي جيم. الجمل الثلاثة صواب بالرغم من أن الشرط قد يكون خطأ. مثلا في المثال الأول، بالرغم من أن درجة الحرارة لم ترتفع، إلا أن القانون الذي يحكم ذوبان الثلج ما زال صحيح. بصورة أخرى، الجملة المعبرة عن القانون صواب بغض النظر عن قيمة الحقيقة للشرط. وفي المثال الثاني، حقيقة أن الشكل ألف ليس مثلث لا تؤثر على حقيقة أن المثلث له ثلاثة أضلاع، وبالتالي الجملة المعبرة عن تلك الحقيقة الرياضية صحيحة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للشرط. وأخيرا الجملة الثالثة تعبر عن علاقة منطقية بين الجمل. هذه العلاقة المنطقية صحيحة غير متغيرة بغض النظر عن القيم المستخدمة لتمثيل ألف باء وجيم. فمثلا لو كانت ألف تمثل كلاب وب تمثل قطط وجيم تمثل دجاج، يصبح الشرط والنتيجة خطأ في الجملة، لكن الجملة الشرطية ككل صحيحة لأن العلاقة المنطقية بين الرموز الثلاثة ثابتة غير متغيرة. التضمين المادي Material Implication، رمز حدوة الحصان الأفقية، لا يعبر عن معنى الجملة الشرطية لأن كما رأينا التبعية في الجملة الشرطية متعددة المعاني، وبالتالي لا يمكن استخدامه للتعبير عن المعنى، وإلا سيسبب نفس الالتباس كما في اللغة البشرية. لتفريق الرمز عن المعاني الأخرى لفكرة التضمين، علماء المنطق يطلقون على التضمين الناتج عن هذا الرمز التضمين المادي Material Implication، حتى يفرقوا عن المعاني الأخرى المستخدمة في اللغة البشرية. لكن ماذا يعني نوع آخر من التضمين أو التضمين المادي؟ التضمين المادي هو نوع من التبعية أو الشرطية قيمة حقيقتها تعتمد تماماً على قيمة الحقيقة للشرط والنتيجة داخل الجملة، وليست قائمة بالمرة على أي علاقة استنتاجية أو استنباطية بين الشرط والنتيجة. ومن ثم عند ترجمة الجمل الشرطية من اللغة البشرية إلى اللغة الرمزية يفقد جزء من المعنى. تأمل هذه الجملة: إذا كان مبارك رئيس ديمقراطي إذن القرود تتكلم. التضمين هنا ليس بناء على علاقة منطقية سببية أو تعريفية، ولا يمثل أيضا علاقة قامت بناء على قرار فردي، لأن ليس في إمكانية المجادل أن يجعل القرود تتكلم. في الواقع لا توجد أي علاقة بالمرة بين الشرط والنتيجة، وعادة ما تستخدم تلك الصيغة من الجمل الشرطية على صورة السخرية، لأن النتيجة بكل تأكيد خطأ ومن المستحيل أن تكون أبدا صحيحة. إذن لابد أن يكون الشرط خطأ، أي إن مبارك ليس رئيس ديمقراطي. على أي حال، الفكرة التي أحاول إيصالها لك هو أنه لا توجد علاقة حقيقية بين السابق واللاحق طبقا لهذا التضمين المادي. الآن تأمل هذه الجملة: إذا كان الجليد أخف من الماء، إن الجليد يطفو فوق الماء. أرجو أن تكون لاحظت العلاقة الاستنتاجية بين الشرط والنتيجة في تلك الجملة. حقيقة إن الجليد أخف من الماء هي السبب وراء إنه يطفو فوق الماء، وعندما يتم تحويل الجملة إلى صورتها الرمزية يفقد هذا المعنى الاستنتاجي في الجملة. ولأن التبعية المادية تتجاهل تلك الوصلة الاستنباطية بين السبب والنتيجة، يحدث التعارض بين حقيقة الجملة الشرطية الرمزية وحقيقة الجملة الشرطية باللغة البشرية. تأمل هذه الأمثلة: إذا كان أحمد يدافع عن الإرهاب إذن فهو مواطن صالح. إذا كانت بنها تقع في القليوبية إذن بنها قريبة جدا من أسوان. طبقا لتفسير الجمل السابقة في اللغة العادية، كليهما جمل خاطئة. المواطن الصالح لا يدافع عن الإرهاب، ومدينة بنها بعيدة جدا عن مدينة أسوان. لكن عند ترجمة تلك الجمل إلى صورتها الرمزية كليهما صواب، لأن الشرط فيهما خاطئ، وطبقا لجدول حقيقة الجمل الشرطية الجملة ككل صواب إن كان الشرط خاطئ بغض النظر عن النتيجة، أو الصف الثالث والرابع في جدول احتمالات الحقيقة. في الحالات التي يحدث فيها هذا التعارض بين اللغة الدارجة واللغة الرمزية، عادة يكون من الأفضل عدم استخدام رمز الحدوة تمثيل الجملة. العلاقات الاستنباطية بين الشرط والنتيجة تلعب دور في الجمل الشرطية الدلالية Indicative Mode كما في الأمثلة السابقة، لكنها تلعب دور كبير ومؤثر في الجمل الشرطية التي يتم التعبير عنها بصيغة شرطية مخالفة Subjunctive Mode. تأمل تلك الأمثلة: إذا كنت بيل جيتس
فسأكون ثريا. إذا كان الدولفين سمكة فسيكون بارد الدم. إذا كان برج القاهرة مصنوع من الرصاص فسيكون أخف من الهواء. إذا كان الرئيس السادات انتحر لكان على قيد الحياة الآن. الجمل الشرطية المعبر عنها بصورة مخالفة عادة ما يطلق عليها الشرطية المخالفة counterfactual conditionals، لأن الشرط عادة ما يكون خطأ، وبالتالي الطريقة الوحيدة لتحديد قيمة الحقيقة للجملة في اللغة العادية يحدث من خلال نوع من الاستنباط. مثلا في الجملة الأولى، من خلال معرفتنا أن بيل جيتس غني نستطيع استنتاج أني لو كنت بيل جيتس سأكون غنيا. بنفس الصورة، بمعرفة أن كل الأسماك باردة الدم نستطيع أن نستنتج لو كان الدولفين سمكة لأصبح بارد الدم. وفي آخر مثالين نستطيع أيضا من معرفتنا العلمية أن الهواء أخف من الرصاص أو أن الانتحار يؤدي إلى الموت، وبالتالي أن نحدد أن كل من الجملتين خطأ. ولأن حقيقة الشرطية المخالفة مرتبطة بقوة تلك العلاقات الاستنباطية وليس بصحة أو خطأ شرط ونتيجة الجملة، الجمل الشرطية المخالفة لا تعد دالة حقيقية بالمرة، ولا يستخدم رمز حدوة الحصان الأفقية لترجمتها إلى صورة رمزية. لو مش مقتنع بكلامي، جرب تترجم الجمل السابقة إلى صورة رمزية، ستجد أن كلها صواب طبقا لجدول حقيقة الجمل الشرطية، الأمر المخالف لبديهتنا ومعرفتنا العلمية. هذه الفكرة نفسها كانت أحد الدوافع لظهور نوع جديد من المنطق يعرف بمنطق الموجهات Modal Logic، القائم بالأساس على فكرة العوالم المحتملة كطريقة كاملة ومتسقة للعالم، أو كيف يمكن أن يكون العالم. يتم استخدامها على نطاق واسع كأداة رسمية في المنطق والفلسفة واللغويات من أجل توفير دلالات ومعاني مقبولة لحل إشكاليات منطقية مثل مشكلة الشرطية المخالفة في منطق الموجهات، وناقشناها بقدر من التفصيل في سلسلة ما وراء الطبيعة. ارجع لحلقة إشكالية العوالم الممكنة. على أي حال، نفس حالات عدم التطابق بين اللغة الدرجة واللغة الرمزية في حالة الجمل الشرطية ينطبق بنفس الصورة على جمل التكافؤ Bioconditionals، بنفس الشكل الذي يعبر به رمز الحدوة عن تبعية مادية، رمز التكافؤ يعبر عن تكافؤ مادي Material Equivalence، أي أنه يتجاهل أي علاقة استنتاج واستنباط بين مكونات الجملة، ومن ثم يحدث تعارض بين المعنى للجملة الدارجة والمعنى الرمزي للجملة. تأمل هذين المثالين، من السهل تسلق الهرم الأكبر فقط إذا كان ارتفاعه أكثر من 100 متر، الهرم مثلث الشكل فقط إذا كان له 5 أوجه. طبقا للغة العادية تلك الجمل خاطئة، المرتفعات التي ارتفاعها أكثر من 100 متر ليست سهلة التسلق، والمثلثات أشكال هندسية لها 3 أوجه وليس 5. لكن لو ترجمنا تلك الجمل إلى الصورة الرمزية أي صورة التكافؤ المادي، الجملتين صواب، لأن في كلا الحالتين الجمل المكونة للجملة المركبة خطأ. وبنفس صورة الجمل الشرطية، عندما يحدث التعارض في المعنى بين جمل التكافؤ في اللغة الدرجة واللغة الرمزية، في تلك الحالة استخدام معامل التكافؤ المنطقي يصبح غير مناسب. وبنفس الصورة الشرطية، جمل التكافؤ المخالف Subjunctive Biconditionals لا تعد دالة حقيقة في منطق القضايا، ولا يستخدم معامل التكافؤ للتعبير عنها، لكن منطق الموجهات هو مجال تطبيق مثل تلك الجمل. جداول الحقيقة للفرضيات Propositions Truth Table. كما رأينا منذ قليل، جداول الحقيقة هي ترتيب احتمالات قيم الحقيقة لمركبات الجملة كي نصل إلى قيمة الحقيقة المحتملة للجملة المركبة. كي نبني جدول الحقيقة لأي فرضية، الخطوة الأولى هي أن نحدد عدد الصفوف في الجدول. كل صف يمثل تمثيل لواحد من الاحتمالات الممكنة عند ترتيب قيم الحقيقة لمركبات الجملة بصورة معينة. عدد الصفوف في الجدول مساوي لعدد الاحتمالات الممكنة لترتيب قيم الحقيقة لقضايا أو المركبات الداخلية للجملة المركبة. مثلا لو الجملة مكونة من قضية واحدة أو مركب واحد، سيكون هناك احتمالان فقط لقيمة الحقيقة، صواب أو خطأ، وفي تلك الحالة هناك صفين فقط. وإذا كانت الجملة مركبة من فرضيتين سين وصاد، سيكون هناك 4 احتمالات لقيم الحقيقة للجملة، لأن هناك قيمتي حقيقة لكل جملة، إذن حاصل ضرب 2 في 2 يساوي 4،
وهكذا لو كان هناك 3 جمل سيكون هناك 8 احتمالات الحقيقة، 4 جمل سيكون هناك 16 احتمال للحقيقة إلى آخره. انظر الجدول المرافق لأصحاب العقول الرياضية، العلاقة بين عدد الجمل وعدد الصفوف أو احتمالات الحقيقة للجملة المركبة يمكن التعبير عنه بمعادلة L تساوي 2 أس N، حيث L تعبر عن عدد الصفوف في جدول الحقيقة، وN تعبر عن عدد الجمل أو الفرضيات البسيطة المكونة للجملة المركبة. أفضل طريقة لفهم هذه العملية هو تطبيقها على مثال عملي كما في المعادلات الرياضية. تأمل هذا المثال البسيط: open brace A V tilde B close brace horseshoe B. هناك فرضيتين مكونتين لتلك الجملة المركبة A و B، إذن سيكون هناك 4 احتمالات أو صفوف في جدول الحقيقة للجملة. في رأس الجدول نضع كل من الفرضيتين المكونتين للجملة في عمود، وعمود ثالث للجملة المركبة ككل، ثم أسفلهم 4 صفوف تمثل الاحتمالات الأربعة. انظر الشكل المرافق. الخطوة الثانية، نضع تحت الفرضية A 4 احتمالات لقيم الحقيقة، سنمثل قيمة الصواب بالرمز T وقيمة الخطأ بالرمز F. سنقوم بقسمة عدد الاحتمالات الممكنة إلى نصفين، أي نقسم عدد الاحتمالات الأربعة إلى نصفين، كل نصف به صفين. في الصفين الأولين نضع T وفي الصفين الثانيين نضع F. الخطوة التالية هي احتمالات الحقيقة لB كي نوزعها على احتمالات A بصورة تبادلية. نقوم بقسمة الصفين الأولين من A فنضع أمام الأول T وأمام الثاني F، نتبع ذلك بقسمة الصفين التاليين، نضع أمام الأول T وأمام الثاني F. انظر الشكل المرافق. هذا التوزيع يضمن كل الاحتمالات الممكنة لقيم A و B. الآن نبدأ بحساب قيمة الحقيقة للجملة المركبة بتطبيق المعاملات المنطقية كما رأينا سابقا، ووضع القيمة الناتجة أسفل العلامة في كل صف. سنبدأ أولا من داخل القوسين ونطبق النفي على B. في الصف الأول قيمة B كانت صواب، إذن نفيها خطأ، وبالتالي نضع F أو خطأ تحت علامة النفي في الصف الأول، وهكذا نكمل بنفس الصورة جميع الصفوف لمعامل النفي. انظر الشكل المرافق. بعد ذلك ننتقل إلى معامل الانفصال V داخل القوسين، ونقوم بتطبيقه على قيمة الحقيقة لA وقيمة الحقيقة لنفي B الناتجة من الخطوة السابقة. نقوم بتكرار تلك الخطوة للصفوف الأربعة. انظر الشكل المرافق. أخيرا نقوم بتطبيق المعامل الأخير خارج القوس، معامل التضمين أو التبعية horseshoe. في تلك الحالة المعامل يتم تطبيقه لكل صف من الصفوف الأربعة على نتيجة الانفصال من الخطوة السابقة التي كتبناها تحت رمز الانفصال V وقيمة جملة B، ثم نكتب النتيجة النهائية تحت معامل التضمين. هذه هي القيمة النهائية للجملة المركبة ككل، بما أن هذا المعامل كان آخر المعاملات في الجملة وهو المعامل الرئيسي. انظر الشكل المرافق. هذا الجدول يخبرنا الآن بقيم الحقيقة للجملة المركبة في كل احتمالاتها طبقا لقيم الحقيقة للجمل المكونة لها A و B. هذه هي الطريقة التقليدية لبناء جدول الحقيقة للفرضيات، وغالبا ما تجدها في معظم كلاسيكيات كتب منطق القضايا. هناك طريقة بديلة لحساب جدول الحقيقة أقصر وأسرع بعض الشيء، فيها لا نضع عمودين مستقلين لقيم الجمل البسيطة A و B، بدل من هذا نضع قيمتهم مباشرة تحت رموزهم في الجملة المركبة، أي أن الجدول يكون به عمود واحد رأسه هي الجملة المركبة، وتحت القضية A في الصفوف الأربعة نضع احتمالات قيمة الحقيقة لها بنفس الطريقة السابقة، وتحت القضية B نضع في الصفوف الأربعة تحتها احتمالات قيمة الحقيقة بنفس الطريقة السابقة. انظر الشكل المرافق. ثم نتبع نفس الخطوات السابقة بتطبيق المعاملات ووضع القيم الناتجة في الصفوف الأربعة أسفلها حتى نصل إلى النتيجة النهائية تحت معامل التضمين. انظر الشكل المرافق. أنصحك بالتوقف عن إكمال الحلقة وإحضار ورقة وقلم، ثم قم بتطبيق إحدى الطريقتين لحساب قيمة الحقيقة للجملة المنطقية التالية بنفسك: open brace C dot tilde D close brace horseshoe E، ثم عد مرة أخرى لإكمال الحلقة. المنطق كالرياضيات، أفضل طريقة لاستيعابه هي التطبيق العملي. تصنيف القضايا المنطقية Logical Proposition Types. جداول الحقيقة قد تستخدم لتحديد إن كانت قيمة الحقيقة لجملة مركبة تعتمد تماما على شكل وقالب الجملة، أو تعتمد
أيضا على قيم الحقيقة لمركبتها. الجملة المنطقية المركبة يقال أنها صحيحة منطقيا logically true أو tautologية tautologous statement إذا كانت الجملة صواب بغض النظر عن قيمة الحقيقة للجمل أو القضايا المكونة لها، ويقال أنها خاطئة منطقيا logically false أو متناقضة self-contradictory statement إذا كانت خاطئة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للقضايا المكونة لها. وأخيرا يقال أنها جملة مشروطة contingent statement إن كانت قيمة الحقيقة للجملة تعتمد على حقيقة مكوناتها. بالنظر إلى قيمة الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في الجملة المركبة، نستطيع تحديد كيف يمكن تصنيف الجملة طبقا للفئات الثلاثة السابقة. إن كانت كل الاحتمالات صواب تحت المعامل الرئيسي في جدول الحقيقة، في تلك الحالة الجملة صواب منطقيا أو توتولوجيا. إن كانت كل الاحتمالات خطأ في جدول الحقيقة تحت المعامل الرئيسي، في تلك الحالة الجملة خطأ منطقيا أو متناقضة. وأخيرا لو كان هناك احتمال واحد صواب واحتمال واحد خطأ، يقال أن الجملة مشروطة. انظر الجدول المرافق. مثلا في المثال السابق كان تحت المعامل الرئيسي في الجملة المركبة معامل التضمين أو الحدوة، هناك 4 احتمالات، أحدهم كان صواب وأحدهم كان خطأ، وبالتالي الجملة تصنف على إنها مشروطة. أو بصورة أبسط، حقيقة الجملة مشروطة بقيم الحقيقة لمركبتها الداخلية، قد تكون صواب أو خطأ بناء على قيم الحقيقة للجمل البسيطة المكونة لها. لكن لو تأملت هذه الجملة المركبة مثلا open bracket open brace g horseshoe h close brace dot g close bracket horseshoe h، جدول الحقيقة لهذه الجملة يحتوي على 4 صفوف، تحت المعامل الرئيسي في الجملة معامل التضمين، كل الاحتمالات صواب، إذن الجملة توتولوجية أو صواب منطقية. انظر الشكل المرافق. أما الجملة المركبة open brace g vh close brace equivalence open brace tilde g dot tilde h close brace، جدول حقيقتها له 4 احتمالات، تحت المعامل الرئيسي في الجملة معامل التكافؤ، كل الاحتمالات خطأ، إذن الجملة متناقضة أو خطأ منطقي. وفي كلا المثالين قيمة الحقيقة للجملة المركبة مشروطة بقيمة الحقيقة للجمل المكونة لها. الأولى صواب بغض النظر عن حقيقة الجمل المكونة لها، أي أنها صواب ضروريا، والثانية خطأ بغض النظر عن حقيقة الجمل المكونة لها، أي أنها خطأ ضروريا. إن كانت القضية إما صواب منطقيا أو خطأ منطقيا، قيمة حقيقتها تعتمد على هيئة الجملة فقط ولا علاقة لها بمحتوى الجملة. السؤال الذي غالبا ما يدور في عقلك الآن، ما أهمية هذا التفريق؟ في الحقيقة هذا التفريق مهم، لأن الجمل من تلك النوعية عادة لا تصنع أي تأكيدات جديدة عن الواقع. مثلا هذه الجملة التوتولوجية أو الصواب منطقيا، إما أنها تمطر أو لا تمطر، جملة صواب في حالة أنها أمطرت أو لم تمطر، ولهذا لا تخبرنا أي شيء عن حالة الطقس، لكنها ما زالت جملة صواب منطقية، بل صوابها حقيقة ضرورية نابعة من هيئتها أو طريقة تركيبها. وبنفس الصورة الجملة المتناقضة أو الخطأ منطقيا لا تقدم أي معرفة عن الواقع، مثلا أنا أكون ولا أكون، هذه الجملة لا تقدم أي معلومات عن كينونتي، لأنها تثبت وتنفي نفس الشيء في نفس الجملة، وبالتالي هي خطأ بناء على قالبها وليس محتواها. الأمر المختلف تماما عن جملة مثل إنها تمطر في الشتاء، جملة مشروطة بحقيقة حالة الواقع عن الطقس. الاستخدام الآخر المهم لجداول الحقيقة هو مقارنة القضايا المنطقية وعلاقتها ببعضها. مثلا قضيتين يقال أنهما جمل متكافئة منطقيا logically equivalent statements إذا كان لهم نفس قيم الحقيقة في كل صف تحت المعامل الرئيسي بالجملة داخل جدول الحقيقة، ويقال أنهما جملتين متناقضتين contradictory statements إن كانت قيم الحقيقة في كل صف داخل جدول الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في الجملتين متضادتين. إن لم تتحقق تلك الحالتين، إما أن تكون الجملتين متسقتين أو غير متسقتين، قضيتين
يقال أنهم متسقتين consistent statements إن كان هناك على الأقل صف واحد قيم الحقيقة فيه للإثنين صواب، ويقال أنهم غير متسقتان inconsistent statements إن لم يوجد أي صف حيث قيم الحقيقة صواب في الجملتين. انظر الجدول المرافق. مثلا الفردية K horseshoe L والفردية tilde L horseshoe tilde K متكافئتين منطقيا لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي في الجملتين متطابقة. انظر الشكل المرافق. على العكس من جملة K horseshoe L وجملة K dot tilde L، جملتين متناقضتين لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي في كليهما متناقضة. انظر الشكل المرافق. أما مثلا في حالة الجملة K V L والجملة K dot L القضيتان متسقتان لأن الصف الأول لكليهما قيمة الحقيقة للمعامل الرئيسي صواب. انظر الشكل المرافق. على العكس من جملة K equivalence L وجملة K dot tilde L قضيتان غير متسقتان لأن لا يوجد أي صف فيه قيمة الحقيقة للمعامل الرئيسي في كليهما كانت صواب. انظر الشكل المرافق. وعادة ما نطلق على التكافؤ والتناقض بين الجمل علاقة قوية، ثم يتبع ذلك العلاقات الضعيفة أي علاقة الاتساق. علاقة الاتساق بين الجمل مهمة جدا لأن من الممكن استخدامها لتقييم إن كانت فرضيات الشخص عقلانية أم لا. مثلا درجة غليان الماء 100 درجة مئوية وجملة عدد سكان مصر الحالي 100 مليون نسمة، كليهما فرضيات صحيحة في الواقع، ولو قمت بتمثيلها في جدول حقيقة ستجد أن هذا الاتساق معبر عنه بقيمة الحقيقة حيث القضيتين صواب على الأقل في احتمال واحد، لكنهما غير متكافئتين منطقيا لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي بهما ليست متطابقة. مثلا عدد سكان مصر في تزايد مستمر وقد يتغير بعد عدة سنوات، لكن الجملة الأولى حقيقة علمية لن تتغير مع الوقت. جداول الحقيقة للحجج Arguments Truth Tables. جداول الحقيقة هي الطريقة القياسية لاختبار صلاحية الحجج داخل منطق القضايا، وكما اتبعنا طريقة محددة لبناء جدول الحقيقة للقضايا سنتبع طريقة محددة لبناء جدول الحقيقة للحجج. اتبع الخطوات التالية: 1. قم بترميز قضايا الحجة. 2. اكتب الصورة الرمزية للحجة وضع خط فاصل بين كل مقدمة وخطين فاصلين بين المقدمات والنتيجة. 3. قم برسم جدول الحقيقة للحجة الرمزية كما لو كانت القضايا مجزأة إلى أقسام. 4. حدد في الجدول الصف الذي فيه كل المقدمات صواب والنتيجة خطأ. إن وجد هذا الصف تصبح الحجة خاطئة، إن لم يوجد إذن الحجة صواب. عارف إن الكلام نظري بعض الشيء، لذلك أفضل طريقة لاستيعابه هي مثال عملي. تأمل الحجة التالية: 1. إذا كان قطرة الأحداث مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين فإن الإعدام يعد عقوبة مبررة. 2. قطرة الأحداث ليسوا مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين. 3. لذلك فإن الإعدام ليس عقوبة مبررة. نبدأ بالخطوة الأولى، وضع الحجة على صورتها الرمزية. نرمز للقضية قطرة الأحداث مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين بالرمز جي، والقضية الإعدام يعد عقوبة مبررة بالرمز إي. وبالتالي تصبح الصورة الرمزية للحجة: 1. جي هورسشو إي. 2. تلدا جي. 3. تلدا إي. الآن نقوم برسم جدول الحقيقة للحجة. بما أن الحجة تحتوي على قضيتين أو رمزين، إذن هناك 4 احتمالات للحجة، وبالتالي هناك 4 صفوف في الجدول. الآن الرموز ستتكرر في كل قضية من قضايا الحجة الثلاث. ضع تحت كل رمز احتمالات قيم الحقيقة موزعة كما رأينا من قبل عند صناعة جدول حقيقة القضية. سنكرر قيم الحقيقة تحت كل رمز منذ الشكل المرافق. بعد ذلك نقوم بحساب قيمة الحقيقة لكل قضية بتطبيق المعاملات داخل كل قضية، ثم نضع قيمة الحقيقة تحت المعامل. انظر الشكل المرافق. لاحظ أننا نقوم بتطبيق المعاملات حتى على قضية نتيجة الحجة. الآن اكتمل جدول الحقيقة. بالنظر إلى الجدول ستجد الصف الثالث فيه قيمة الحقيقة للقضية الأولى صواب،
وقيمة الحقيقة للقضية الثانية صواب، وقيمة الحقيقة للنتيجة خطأ. إذن الحجة ككل خاطئة. الطريقة سهلة وفعالة للوصول لقيمة الحقيقة لأي حجة، لكنها طريقة غير صالحة في تقييم حجج تحتوي على مقدمات غير متناسقة inconsistent premises. تأمل هذه الحجة: 1. السماء زرقاء. 2. السماء ليست زرقاء. 3. إذن باريس عاصمة فرنسا. لو تأملت جدول الحقيقة للحجة، انظر الشكل المرافق، بما أن المقدمتين غير متسقتين لن تجد ولا صف في الجدول فيه قيم الحقيقة متساوية. عندما يحدث احتمال صواب المقدمة الأولى، لابد أن يكون احتمال الثانية خطأ، لأنهما نفي بعضهما، وبالتبعية لن يوجد ولا صف حيث المقدمات كلها صحيحة والنتيجة خاطئة. إذن طبقا للقواعد السابقة، لابد أن الحجة صواب، لكن بكل تأكيد الحجة غير سليمة unsound، لأن بها مقدمة غير صحيحة. مثال آخر: القاهرة هي عاصمة مصر، إذن إما أنها تمطر أو لا تمطر. بعد ترميز الحجة ورسم جدول الحقيقة لها، انظر الشكل المرافق، نتيجة الحجة دائما صواب، أي أنها قضية توتولوجية، أي صواب منطقيا دائما بغض النظر عن المقدمات، وبالتالي لن تجد أي صف في الجدول المقدمات فيه صواب والنتيجة خطأ. إذن الحجة صواب، وأيضا الحجة سليمة لأن المقدمات صواب. قوالب الحجج argument form. الكثير من حجج منطق القضايا لها شكل وهيئة أو قالب محدد ومتعارف عليه بين المنطقيين بأسماء محددة ومعروفة، وكما ناقشنا في الحلقات السابقة، الصور، القوالب والهيئات المحددة تساعد في التعرف بسرعة على صلاحية الحجة بمجرد تحديد قالبها أو هيئتها. سأعرض عليك بعض من تلك الصور، سواء للحجج الصالحة أو الغير صالحة. قالب أو هيئة الحجة argument form هو ترتيب للجمل والمعاملات في الحجة بطريقة تجعل من الممكن استبدالها بأي جملة وتظل النتيجة واحدة. مثلا ترتيب الرموز التالية هو قالب لحجة: 1. P.Q. 2. P. لو قمنا باستبدال الجملة أحمد مهندس ونرمز لها بالرمز capital A محل المتغير P، والجملة محمد طبيب ونرمز لها بالرمز capital B محل المتغير Q، إذن تصبح الحجة: 1. أحمد مهندس ومحمد طبيب. 2. أحمد مهندس، أو صورتها الرمزية: 1. capital A dot capital B 2. capital A. لتبسيط الأمر، تصور العلاقة بين قالب الحجة وتمثيلها على أنها العلاقة بين الهيكل العظمي للإنسان والإنسان نفسه. سأعرض عليك 6 صور من قوالب الحجج الصالحة. الصورة الأولى: القياس الاستثنائي modus ponens MP، وتتركب من مقدمة شرطية أولى ومقدمة ثانية تؤكد الشرط في المقدمة الشرطية الأولى، ونتيجة تؤكد النتيجة في المقدمة الشرطية. صورتها الرمزية كالآتي: 1. P horseshoe Q 2. P 3. U. أي تمثيل لهذا القالب هو حجة صالحة. مثلا: 1. لو يموت 12 مليون طفل سنويا من الجوع، إذن هناك مشكلة في توزيع الطعام في العالم. 2. 12 مليون طفل يموت سنويا من الجوع. 3. إذن هناك مشكلة في توزيع الطعام في العالم. هذه حجة قياس استثنائي صالحة لأنها تمثل القالب السابق. ثانيا: النفي الاستثنائي modus tollens MT، قالب منطقي صالح يتكون من مقدمة أولى على صورة شرطية، مقدمة ثانية تنفي نتيجة المقدمة الشرطية، ونتيجة تنفي صحة الشرط. صورتها الرمزية كالآتي: 1. B horseshoe Q 2. Tilde Q 3. Tilde P. مثلا: 1. إذا كانت الحكومة تهتم بحرية التعبير، إذن لابد أن يتوقف الحبس في قضايا الرأي. 2. لم يتوقف الحبس في قضايا الرأي. 3. إذن الحكومة لا تهتم بحرية التعبير. الصورة الثالثة: القياس المنطقي الافتراضي Pure Hypothetical Syllogism HS، قالبها يتكون من مقدمتين شرطيتين ونتيجة شرطية تشكل سلسلة تتابعية إلى النتيجة، وصورتها القياسية كالآتي: 1. P horseshoe Q 2. Q horseshoe R 3. B horseshoe R. مثلا: 1. إذا استمر عدد سكان العالم في النمو فستصبح المدن مكتظة.
2- إذا أصبحت المدن مكتظة بالسكان، إذن سينتشر التلوث. 3- إذن إذا استمر عدد سكان العالم في النمو، سينتشر التلوث. الصورة الرابعة، القياس الانفصالي Disjunctive Syllogism DS، قالب لحجة صالحة يتكون من مقدمة أولى جملة انفصالية ومقدمة ثانية تنفي الشق الأيسر في المقدمة الانفصالية ونتيجة تؤكد الشق الأيمن. صورتها الرمزية كالآتي: 1. P V Q 2. Tilde B 3. Q. صلاحية تلك الحجة من الممكن التأكد منها بسهولة من خلال جدول حقيقتها. جرب أن تثبتها بنفسك وترسم جدول حقيقتها. مثلا: 1. إما دبي أو القاهرة تقع في مصر. 2. دبي لا تقع في مصر. 3. إذن القاهرة تقع في مصر. الفكرة بديهية في هذا القالب، بنفي أحد شقي الانفصال يصبح الآخر صحيح، لأن هذا هو معنى الانفصال، وطالما تم نفي أحد الشقين لابد من صحة الآخر. الصورة الخامسة، معضلة البناء Constructive Dilemma CD، قالب منطقي صالح يتكون من مقدمة أولى على صورة اقتران بين جملتين شرطيتين ومقدمة ثانية على صورة انفصال تؤكد أحد الشرطين في الجملتين الشرطيتين ونتيجة منطقية تؤكد صحة أحد النتيجتين في الجملتين الشرطيتين. صورتها الرمزية كالآتي: open brace P horseshoe Q close brace dot open brace R horseshoe S close brace 2 B V R 3 Q V S. أي تمثيل لهذا القالب يعد حجة صالحة. مثلا: 1. إذا اخترنا الطاقة النووية فإننا نزيد من مخاطر وقوع حادث نووي، ولكن إذا اخترنا الطاقة التقليدية فإننا نضيف إلى تأثير الاحتباس الحراري. 2. يجب أن نختار إما الطاقة النووية أو الطاقة التقليدية. 3. لذلك إما أن نزيد من خطر وقوع حادث نووي أو نضيف إلى تأثير الاحتباس الحراري. الصورة السادسة، معضلة الهدم Destructive Dilemma DD، أيضا قالب منطقي صالح مشابه لمعضلة البناء، يتكون من مقدمة أولى على صورة جملة اقتران بين جملتين شرطيتين ومقدمة ثانية انفصالية بين نفي نتيجة الجملتين الشرطيتين ونتيجة انفصالية بين شرطي الجملتين الشرطيتين، أي أن نتيجة الحجة هي نفي أحد شرطي المقدمة الأولى. صورتها الرمزية كالآتي: 1. open brace P horseshoe Q close brace dot open brace R horseshoe S close brace 2. tilde Q V tilde S 3. tilde B V tilde R. أي تمثيل لهذا القالب يعد صالح منطقيا. مثلا: 1. إذا أردنا عكس تأثير الاحتباس الحراري فعلينا أن نختار الطاقة النووية، ولكن إذا أردنا تقليل مخاطر وقوع حادث نووي فيجب علينا اختيار الطاقة التقليدية. 2. إما أننا لن نختار الطاقة النووية أو لن نختار الطاقة التقليدية. 3. لذلك إما أننا لن نعكس تأثير الاحتباس الحراري أو لن نقلل من خطر وقوع حادث نووي. الآن سننتقل إلى قالبين من الحجج مرتبطين بقالب القياس الاستثنائي وقالب النفي الاستثنائي، وتعرضنا لهم في حلقات سابقة من سلسلة المنطق. هذين الصورتين خاطئتين ويعد من صور المغالطات المنطقية الرسمية. الأولى معروفة بمغالطة تأكيد النتيجة Affirming the Consequent AC، ويتكون فيها قالب الحجة من مقدمة أولى على صورة شرطية ومقدمة ثانية تؤكد نتيجة الشرط في المقدمة الأولى ونتيجة الحجة ونتيجة الحجة تؤكد شرط المقدمة الأولى. قالب الحجة الرمزي كالآتي: 1. P horseshoe Q 2. Q 3. P. أي حجة على تلك الصورة غير صالحة وخاطئة بالضرورة؟ مثلا: 1. إذا اغتيل جمال عبد الناصر إذن لابد وأنه ميت. 2. جمال عبد الناصر ميت. 3. إذن جمال عبد الناصر اغتيل. الصورة الثانية هي مغالطة نفي الشرط Denying the antecedent DA، وفيها يتكون قالب الحجة من مقدمة أولى على صورة شرطية ومقدمة ثانية تنفي الشرط ونتيجة الحجة تنفي النتيجة في المقدمة الشرطية. الصورة الرمزية كالآتي: 1. B horseshoe Q 2. tilde Q 3. tilde B.
مثلا 1- إذا اغتيل جمال عبد الناصر إذن لابد أنه ميت. 2- لم يتم اغتيال جمال عبد الناصر. 3- إذن جمال عبد الناصر ليس ميتا. أرجو أن يكون من الواضح لك الهيكل المغلوط لتلك المغالطتين المنطقيتين الرسميتين. القصة اللي بدأنا بيها حوار خيالي مقتبس بتصرف من كتاب مقدمة مختصرة للمنطق للفيلسوف الأمريكي المعاصر باتريك هارلي. الحوار احتوى على 11 حجة منطقية في صورة قياسية. مثلا حينما قالت رضوى إذا كان الروبوت شخصا إذن سيصبح عقلانيا، لكن لا يوجد روبوت عقلاني إذن لا يمكن أن يكون شخصا. هذه حجة رسمية تتكون من مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى شرطية، والثانية تنفي نتيجة الشرط في المقدمة الأولى، والنتيجة تؤكد شرط المقدمة. من الممكن صياغة تلك الحجة على صورتها الرمزية كالآتي: سنعبر عن جملة الروبوت شخصا بالرمز بي سمول، والروبوت عقلاني بالرمز كيو سمول. إذن تصبح الصورة الرمزية للحجة 1- بي هورسشو كيو، 2- تلدا كيو، 3- تلدا بي. الآن نقوم برسم جدول الحقيقة للحجة. بما أن هناك قضيتين في الحجة، إذن هناك 4 احتمالات للحقيقة. نقوم بوضع احتمالات الصواب والخطأ تحت كل من B و Q، ثم نقوم بحساب الاحتمالات لنفي Q، وأخيرا حساب احتمالات قيمة الحقيقة لنفي B. وبما أن معامل النفي في النتيجة هو المعامل الوحيد، إذن هو المعامل الرئيسي في القضية. الآن كي نحدد إن كانت الحجة صالحة، نبحث عن صف في الجدول فيه المقدمات صواب والنتيجة أيضا صواب. لا يوجد أي صف به المقدمتين صواب والنتيجة صواب، إذن هذه الحجة غير صالحة. انظر الشكل المرافق. لو دققت النظر قليلا في قالب الحجة ستجد أن تلك النتيجة كان يمكن الوصول لها بسرعة، لأن قالب الحجة مطابق لقالب المغالطة الرسمية نفي الشرط، وبالتالي أي حجة تمثل هذا القالب غير صالحة وخاطئة دون الحاجة إلى حساب جدول الحقيقة لها. الآن حاول التعرف على باقي الحجج وقم بحساب قيمة حقيقتها، إما من خلال رسم جدول الحقيقة أو البحث عن قالبها المنطقي. وتذكر، المنطق مثل الرياضيات، أفضل وسيلة لإدراكه هي تطبيقه واستخدامه. ودلوقتي تأمل صور منطق القضايا وقواعده. هل منطق القضايا كافي للتعبير عن كافة صور الحقيقة؟ ما العلاقة بين منطق القضايا ومنطق القياس؟ هل من الممكن ترميز الجمل والوصول لحقيقتها من خلال أدوات رياضية؟ أم إن الواقع أكثر تعقيداً كي يتم اختزاله بصورة منطقية رياضية؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سنكمل رحلة بحثنا في ضروب المنطق الرسمي، ونتعرف على أحد أهم صوره نتيجة للدور المحوري الذي لعبه في ثورة المعلومات. بنيت على الأسس الرمزية والمنطقية التي وضعت في منطق القضايا، عن قواعد الاستدلال، قواعد التضمين، قواعد النفي، ومنطق الإسناد. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.